وجع العين زي ما قلنا الفيديو اللي فات ان وجع العين لو انت مريض عندك مشاكل في العين عضويه واضحه وصريحه مش ده اللي احنا بنتكلم عنه، لكن بنتكلم عن الحالات اللي عندها دايما جفاف، عندها دايما تقل ومش عارف ايه السبب. هنا بنقول لك ان العلاج بتاعك بيعتمد على علاج السبب. يعني ايه؟ زي ما احنا متعودين مع بعض في ام بي تي وفي الاستيوبس ان احنا دايما بنبص على السبب. لو في مشكله في الدوره الدمويه اللي راحه للعين، يعني ايه في مشكله في الدوره الدمويه؟ العين بيروح له شريان خارج من القلب، الشريان بيمر بممرات من خلال الطريق اللي بيمر فيه عشان يوصل دم للعين. لو الشريان اللي راح العين عنده مشكله او ضغط في اي جزء من الطريق بتاعه يعمل له وصول بدرجه قليله للدم للعين، فمع القراءه مع السواقه مع التركيز على الموبايل العين بتشتغل ومفيش دم كافي يوصل لها فتعمل لك تقل وحرقان. لو عنده مشكله في النفس ونفسه دايما مش احسن حاجه فبالتالي يكون نسبه الاكسجين عندي مش احسن حاجه فبالتالي يعمل لي الم في عيني. لو عندي مشكله في الفك بتاعي او حصل لي خبطه قبل كده قديمه في راسي يمين او شمال وبقى دايما في خلل في التوازن المحيط بالبيئه سواء العظم او العضلات او الاوتار يعمل لي خلل في العين ويعمل لي دايما حرقان وجفاف. طب وايه كمان؟ لو عندي مشكله في الاسترس ودايما مضغوط فبالتالي بيلعب لي في هرموناتي، فهرموناتي تلعب لي في وسع او ضيق العين فتلعب لي في عضلات العين فبالتالي تحس ان دايما عينك منفوخه قدام، عينك مش احسن حاجه، عينك عايزه تقفل. فهنا بنشتغل لك على الاعصاب بتاعتك عشان نهدي التوتر اللي حصل لك نتيجه موقف ما، فبالتالي نهدي الهرمونات نهدي الاعصاب فبالتالي العين تتحسن. عشان كده لو عندك تقل حرقان وجع في العين دور على السبب تعالج العرض.